الحقيقة بهالمناسبة هذه أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي كافة وشعب الخليج وخصوصا شعب الإمارات اللي صراحة مشاركنا بكل فرحاتنا سواء باليوم الوطني أو حتى بأي مناسبة، ونفس الشيء يستقبلوننا في اليوم الوطني في الإمارات ونفرح معهم وكأنه يوم وطني لنا في السعودية وحتى في الإمارات. فالله يعطيكم العافية وشكرا لكم على هالمبادرة. نشكر دولة الإمارات الله يعطيهم العافية ومشكورين ما قصروا، وهم ضيوفنا وهم أهل دار قبل ما نكون ضيوف علينا. نشكركم شكرا جزيلا من الأعماق والله يعطيكم العافية، وكل عام وطني الحبيب بألف خير. أوجه التهنئة للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، الله يعطيهم العافية وما قصروا على جهودهم، والله يحييهم ببلادنا بلاد الحرمين الشريفين، والله يعطيكم العافية. حكم الله وحنا والإمارات دولة واحدة، احتفالاتنا وفرحنا دائم موحد، الله لا يجيب أحزان، دائما احنا فرحانين ومستانسين. اتحادنا بحد ذاته هو أكبر فرح وأكبر وسام نحطه تاج على رؤوسنا. أولا أهلا فيكم ومرة مستمتعين باحتفالكم معنا، وهذا شيء يشرفنا طبعا. وأحب أمسي على الملك ولي العهد محمد بن سلمان، والله يطول بعمارهم والله يديم علينا الصحة والسلامة.